بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. إن شاء الله النهاردة هقول لكم أنا بصور شغل إزاي. زي ما اتفقت معاكم، المفروض يبقى أهم حاجة عندي في التصوير بتاعي 3 حاجات: الإضاءة بتاعتي والخلفية والكاميرا اللي أنا بصور بيها. رقم 1، الإضاءة يا ريت تبقى إضاءة بيضاء مش إضاءة صفراء. الإضاءة اللي هي الفلورسنت العادي، اللي هي بتبقى متثبتة على الحيطة لو في ده، أو لو ما كانش موجود يا ريت أوفره. رقم 2، الموبايل بتاعي اللي انا بصور بيه، لو ما اقدرش اجيب كاميرا بروفيشنال يا ريت الموبايل بتاعي يبقى اركز فيه، ان انا يبقى التصوير بتاعه كويس والكاميرا بتاعته كويسة. رقم 3، الخلفية بتاعتي، لازم الخلفية بتاعتي تبقى خلفية تديني نتيجة كويسة. انا النهاردة ممكن تبقى الحيطان بتاعتنا الوانها غامقة، او الالوان مش مدياني النتيجة دي. انا استغنيت عن موضوع الخلفيه او الحيطه اللي انا بصور جنبها بموضوع ان انا بجيب الورقه دي. لو تعرفوا الورق اللي هو بيترسم عليه اللوحات، اللي هو بيجي من المكتبه، ده المتر بتاعه مش عارفه تقريبا ب3 جنيه. ممكن اجيب متر، ممكن اجيب مترين، على حسب حجم الشغل اللي انا عايزه اصوره. بثبت باي شكل، لو الحيطه دي ينفع ان انا اثبت عليها الورقه بشكل دائم اثبتها، ما كانش بثبتها بمسامير اللي هي الصغيره اللي هي مسامير المكتب، بثبتها على الحيطه بحيث ان ده يبقى مكان التصوير بتاعي تحت الاضاءه اللي هي البيضه اللي احنا قلنا عليها قبل كده. ولو في كمان الشغل بتاعي بيتطلب ان التصوير بياخد القاعده كمان معايا، يعني مثلا انا التصوير بتاعي الرقبات بتاعتي او الشغل بتاعي مثلا بصور بحط على الستاند، الشغل بتاعي بحطه على الستاند بالمنظر ده، ليه قاعده ولازم يبقى باين بالشكل ده، واثبته على الترابيزه اللي هي تحت الاضاءه. فانا بخلي الورقه نفسها، الورقه دي واخده الحيطه، وكمان يعني مش بحطها على الحيطه بس، بحاول اثبتها على الترابيزه اللي تحت الحيطه في اعلى مستوى او اعلى ترابيزه عندي، بحيث انها تبقى اقرب نقطه للاضاءه. كل ما كانت قريبه للاضاءه كل ما ادتني تصوير محترم وتصوير كويس للشغل بتاعي بالمنظر ده. واثبتها على الترابيزه وبثبتها على الحيطه مش اكتر ولا اقل، وجربوها وصدقوني هتلاقوا النتيجه حلوه قوي. انا بصور بيها دايما في الشغل بتاعي، بتديني نتيجه حلوه، لان ممكن ابقى عامله شغل رائع وبوظه خالص بالتصوير، لان التصوير تقريبا 50% من الصورة، او اكتر من 50% من الشغل بتاعي بيظهر في الصورة، مش اكتر من كده. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وان شاء الله اكيد هتلاقوا نتيجة كويسة. ومتشكرة اول متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.